هنشوف مع بعض آخر المسجد الجديدة بتاعتك على الصعيد العاطفي والأسري، نشوف أخبارك في الصحة، المال، العمل، إيه الجديد عندك يا برج الجدي في شهر ليه كده يا برج الجدي؟ مبدئيا كده شايفة الطاقة بتاعتك طاقة انهيار، ربما كمان تكون طاقة نهاية وبداية لشيء جديد. هنشوف مع بعض، نفتح الكروت ونكمل قراية الطاقة بتاعتك. يا رب تكون خير، ويا رب يكون شهر سعيد عليكم. في فلوس كتير جاية لك يا برج الجدي، لا أنا شايفة كروت النقود أو المال، في وفرة مالية كبيرة هتجيلك خلال. طيب نرجع نشوف الطاقة بتاعتك، طاقة الانهيار دي اللي هي ده تاور، بتدل ان في حاجة انتهت في حياتك، انت قررت ان هي تنتهي، او الظروف هي اللي قررت ان الحاجة دي تنتهي، وهناك بداية جديدة. انت زعلان يا برج الجدي، بتبكي على خسارة انت فقدتها، في يعني انا شايفة ان ايه فترة زعل، أو بتمر بفترة اكتئاب بسيطة، وأنا شايفة إن سبب الزعل اللي أنت فيه ده العلاقة مع الشريك، لأن كروت العمل وكروت المال ما شاء الله ممتازة. كمان استقرارك الأسري برضو، الكروت دي أنا شايفاها كويس، فهيبقى سبب. أنا أسفة طبعا إن أنا بقول كده، بس هي الكروت قدامي هي اللي قارية نفسها، في زعل، طاقة زعل، طاقة ضيق، إحساس باليأس والكآبة هيكون موجود عندك، لكن انت هتركز على شغلك. زي ما قلت طاقة المال عندك هتكون هي الحل والملاذ ليك للخروج من فترة الاكتئاب او الزعل اللي انت ماشي فيه. اوكي، يعني في العمل بتاعك انت هتركز فيه قوي، في استقرار مالي هيكون موجود عندك يا برج الجدي. ونخلي الطاقة على جنب. طيب بالنسبة للشريك، الشريك انت بتفتقد انه للعدالة معاه، انت حاسس ان انت مظلوم، حاسس ان شريكك في العلاقة ظلمك، في المشاعر انت محتاج ان هو يديك مشاعر زيادة، يديك اهتمام زيادة، نفسك ان هو يكون عادل معاك في مشاعره. كمان انا شايفة انت تعرضت لجرح من الشريك، يعني هو انا شايفة كلام جارح، جرحك في الكلام، فانت هو ده سبب زعلك، سبب اكتئابك، سبب ضيقك هذا الشهر. الشريك برضو شايفة في طرف ثالث في العلاقة،
ما اقدرش احدد اذا كانت يعني اللي هو علاقة جديدة لي، في طرف ثالث هو سبب هذه المشاكل العاطفية بينك وبين شريكك. انا شايفة ان ان انت متضايق قوي من صراحة الشريك، ربما يكون هو في مصلحتك يعني صراحته معاك، انت شايف الكلام بتاعه ان هو جارح ليك، ربما يكون ان ده في مصلحتك، لكن انت في مشكلة في علاقتك العاطفية مع شريكك، وقد يكون سببه طرف ثالث، ربما تكون شريكة يعني الشريك ده يعني شريك على علاقة بحد تاني، ربما تكون أسفة إن أنا بقول كده، لكن من الواضح إن هي في علاقة ثلاثية واضحة جدا، والشريك واقف محتار، أو أنا شايفة إن هو يميل لأحد الأطراف على حساب الطرف التاني اللي هو أنت يعني، وده اللي مسبب لك إحساس الظلم، ده اللي مسبب كمان طاقة الزعل، طاقة اليأس اللي عندك، ويمكن هو اللي مسبب إحساسك بالانهيار، هو مش يمكن هو بالتأكيد يبقى سبب إحساسك بالظلم في العلاقة هو طرف ثالث موجود في العلاقة، مش واضح للأسف قدامي في الورق إذا كان علاقة عابرة أو علاقة يعني هتكون يعني سبب انفصالكم مع بعض، ربما الأمر يتغير في الشهور القادمة، لكن هو حاليا الشريك في مرحلة اختيار، في مرحلة مفاضلة بينك وبين الطرف الآخر، يعني هي هتبقى واضحة إن شاء الله، هبقى أعمل لكم فيديو عن العلاقة الثلاثية، ويا رب يا رب يا رب إن شاء الله حظك يكون أحسن إذا كنت بتحبه، وهو من الواضح إن أنت بتحبه جدا، يعني أنت بتحب الشريك أوي 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 أوي، نفسك العلاقة تستمر ما بينكم، أنت شايف إن هو نصك التاني، أنت عايز تكمل حياتك معاه، لكن للأسف في طرف تالت داخل في العلاقة. على المستوى الأسري في تواصل بينك وبين أفراد أسرتك، أنت حاسس إن أنت معتمد على أهلك، هم سندك في تجاوز المشكلات بتاعتك، دايما لما بتتعب من الدنيا أنت بتحب ترمي همومك وسط أهلك، إحساسك إن أنت مكبل مخنوق بسبب علاقتك العاطفية أو أمورك العاطفية، فده بيخليك إن أنت تلجأ للتواصل أكتر على صعيد الأسرة، كمان بتندمج في العمل، إحنا قلنا إن ده ما شاء الله ما شاء الله، انا شايفة ان هو شهر الوفرة المالية، انت هتلاقي فلوس كتير 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 هتجيلك الشهر ده، ده نتيجة عملك وشغلك، انت في فرص عمل هتتفتح لك الشهر ده، في استقرار في العمل، في احساس انتصارك في العمل وتفانيك في العمل هيديك الإحساس، هيغطي على إحساس فقدانك للحبيب، يعني أنت بتدفن نفسك في شغلك، والثمار بتاعة عملك دي هتبقى طالعة معاك وهتبقى واضحة جدا، كلها كروت حلوة قوي للفلوس،
يعني انت سايب كل حاجة وراك وركزت على شغلك كتير كتير، اشتغلت بتفاني وبدقة زي ما قلت، في مجالات هتتفتح لك في شغلك الحالي اللي انت موجود فيه، هتتفتح لك حاجات جديدة تجني منها المال بكثرة وبوفرة. طيب كمان شايفة ان الحظ بتاعك هيتغير، يعني كل الامور اللي مزعلاك دي هي هتتغير، هو مش هتكون قريب، ربما خلال شهرين، ربما خلال 3، مش حاجة قريبة، لكن الحظ او هنقول الطاقة بتاعتك هتبقى في تحسن تدريجي، هتشوفه واحدة واحدة، يعني مش هيبقى مرة واحدة، مش هتتغير من حال لحال، لا هو تغير تدريجي هيجي عليك. شايفة كمان طاقة استشفاء، انت بتعمل كل جهدك ان انت تحسن علاقاتك، تحسن شغلك، انت عارف بالعلاقة الثلاثية، عارف ان في ظلم انت متعرض له من الشريك، يعني العلاقة دي مش خفية عليك، العلاقة دي واضحة او هتظهر لك، يعني انت حاسس، اذا ما كنتش عارف فانت حاسس، انت بتسعى للاستشفاء، بتسعى ان انت توازن امور حياتك. شايفة كمان يعني عودة المياه لمجاريها، أنا شايفة في عودة للمياه لمجاريها، لكن زي ما قلت يعني في بعضكم أوكي اللي على مشاكل مع الشريك، هترجع العلاقة مش قريب، هتبقى بالتدريج، في بعضكم أوكي لا هو هيعمل توازن في أمور حياته، يعني هتبقى علاقة منتهية وهتبتدي علاقة جديدة مع شريك آخر أو طرف آخر، يعني هتنهي العلاقة مع الشريك اللي سبب لك الانهيار وهترجع حياتك مع شريك جديد أو حياة جديدة هتبتديها مع طرف آخر. بالنسبة للعزاب أنا شايفة في عرض هيقدم ليك، شايفة في حد كده يعني إيه قاعد بيبصلك، قاعد بيراقبك، يعني أنت محطوط تحت العين زي ما بيقولوا، وشايفة فيه يعني هو معتني لأمرك جدا، حد مهتم بيك قوي قوي، و نشوف، احاول اشوف هيبقى فيه، زي طلع كارت ديث، يعني هتبقى نهاية لفترة صعبة وبرضو بداية لفترة جديدة، يعني في امور هتنتهي وفي امور هتظهر، انا الكلام ده للعزاب اوكي، شايفة ان الشريك هيقدم لك العرض، يعني في عرض هيجي لك خلال هذا الشهر من حد بيراقبك، من حد مهتم لامرك، شايفة في يعني اهتمام كبير من الطرف الاخر بيك، شايفة كمان يعني هيبقى في شوية عقبات أو مشاكل هتكون موجودة، لكن الحبيب الشريك هيتصدى ليها، ده للعزاب كده. أنا يعني اتكلمت عن العلاقات بالنسبة اللي ليه شريك، والعزاب قلت هيبقى في عرض من حد بيحبك، حد هيدافع عنك،
دي كانت القراءة بتاعتكو، شايفة إن أنت تندمج في العمل، العمل هو اللي هيخرجك من المشكلة اللي أنت أو إحساسك بالانهيار، اشتغل على نفسك، اشتغل في عملك، ركز والأمور هتتصلح تدريجيا. جود لك. لا قبل ما أنسى، عشان دايما أنتوا بتطلبوا الطاقات اللي قدامي، أنا شايفة في طاقات هوائية، في طاقات نارية، في طاقات ترابية كتير كتير. طيب كمان بالنسبة للأبراج، يا برج الجدي، أنا شايفة حوت وشايفة دلو. الأبراج أنا شايفة حوت وشايفة دلو، هما أكتر الأبراج اللي ظاهرة قدامي. عشان انتوا بتزعلوا دايما، بنسى مع القراءة طاقة الورق بتاخدني في القراءة وبنسى دايما اقول الطاقات. جود لك برج الجدي.